زلمه شيل ليفا 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 العب الطاقه يا زلمه تيجي قدامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوان. معكم اليوم احمد ومجيد، رجعنا لكم اليوم رده فعل بين برشلونه والتشي. طبعا نشوف رده فعل برشلونه وفريق تشافي بعد السقوط المدوي بالاليانز ارينا، احنا تكون رده فعل قويه وانه ما اثرت على الفريق عامه. طبعا اليوم التشي هذا فريق سيء ترتيبه 19، برشلونه على ما اعتقد حيفوز اليوم، يعني حيكون فوز سهل. والتشكيله فيها بعض التغييرات، يعني بلش من الحراسه تير شتيغن، قلبين الدفاع اريك كالسيا واروخو، الظهير الايمن جول كوندي، والظهير اليسار اليوم عوده بالدي اساسي بالدوري الاسباني، خط الوسط ديونج فرانكيسي وبيدري، وخط الهجوم بنفيس ديباي وليفاندوفسكي ورافينها. مباراة اتوقع انا راح تكون سهلة على برشلونة، لو برشلونة عرف شلون بتعامل معاه يسجل من بكير عشان يسهل عليه المباراة، يساهم ويتفادى اي مفاجأة ممكن تكون. برشلونة مباراة بارضه بين جمهوره اتوقع من سهل الصراحة، وهو سيء على الفريق اي شيء سيء كثير يعني. بس ديباي يعني ديباي ما اعرف والله طالت يمكن عمره، اطلع برا يا رجل اطلع. ايه ليش تعرت الليفة؟ ايه واضحة واضحة مثل عين الشمس. بيفار بيفار طولي بالك، هما شو بدهم ماني فهمان يعني مسكوا يعني. فوت معي كوندي، فوت فوت حلوة هسا على اليمين. يا الله حرام يا حرام، شيل شيل دخيلة الله يا حرام. هذا العثمان مو طبيعي مو طبيعي، هذا العثمان يا اخي سرعة سرعة رهيبة يا رجل، واحد على واحد بيعديك وبطيحك بسهولة بسرعته. عثمان الله عثمان اليوم ما انطلع حلوة يا ما حلوة. ما هذا الولد هذا اجره مش طبيعية، لازم عملية بال بيعدلوه بيعدلوه المشط تبع القدم يا اخي، لازم وقت تشوط عرضه يا زلمة. شوف وين لحاله بيت، نادرا ما يسدد عن جول، نادرا على طول برا يا معلم. يا بيد عرض لا 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 حلو اطيحه يا الله يا معلم يا حارس انت يا معلم يا كبير ويل على الحارس المرمى، قلب مانويل نوير يا معلم صار يشيل برجله. شوف لي بيدري يا معلم يا اخي مو طبيعي هذا مو طبيعي، شوف هذا الطاحون يا عمري على مانويل نوير يا عمري يا الله. لم تستطيعون اختراق شيء والله حرام لا يكون اربعه بس بس يجي الجول. يلا يا عثمان حلو هو ليفا يا الله وين راحت كيف دفاع دفاع شاله، لو ما دفاع كان راحت جول ركنيه حط وين دفاع يا اخي رجعوا لورا حط ركنيه اعمل هيك وين عم يرجع ليفاندوفسكي لورا ركنيه يا اخي قلت لك ليفا فاول يا زلمه فاول عطيسه اوه هذا كيسي يا اخي شو هذا عليك كرت اصفر عليك كرت اصفر كيسي بنش ما اعمل له شيء شو كرت احمر يلا كرت احمر يا اخوان شو اعطيني اللقطه ايه وليا قو ايش كوني ما يلعب بيده كل ما لمسه ما في شيء يا الله حرام ايه ايش كوني ايوه والله عم يشوفها على الفار عم يشوفها على الفار الفار يا الله ابكي ابكي موت حلوه بيدري حلوه هذا هو ايه جول ليفا ليفا لا جديد يا ساده لا جديد يا سادة ليفا يسجل كالعادة يلعن عرض الطابة تجي قدام دخيل الله هي بتضرب بيه الطابة الطابة هي بتضرب بيه بتفوت دخيل الله حرام يا رجل حرام نلعب حرام صار لسان عبد اقسم بالله ما يدري شو السالفة اقسم بالله ما يدري وهو بركض ضربت بيه الطابة وفات الكرة بتحب اللي بتحب البومبر ايوه هاي يجهم هاي يجهم هاي يجهم حرام يا حرام شو يلا يا بالدي تعرض النوم حلو ديباي صوب ديباي جول يا معلم يا كبير وين حطها وقت ما شفناها اللي بنقول يا معلم شنو هذا قطع الشبكة لمنفس ديباي قال لك كنا بنحكي عليه يا معلم انا فكرتها طلعت برا
يا معلم يا كبير، شنو هذه الاسد؟ شنو هذه الهولندي؟ اعطيني اللقطه، اعطيني الاعاده. هاي الحركه سواها اللي راوغ فيها المدافع، المره سواها كمان بالوديات. لف بيها اللاعب بيخدع على الغفله. شوف مره كمان سجل فيها هدف بالوديه، بس يقول شلون فات عالي واطي، انا ما شفت فيها والله. شوف اوخ بالسقف، بالسقف بالسقف حطها، بس يمكن يشك فيها والله، فيها متسلف. يلا اليوم هاتريك الساقه، اليوم شو اسمه بالهاتريك للبومبر تحسم الهدافين، مع انه بنزيما مصاب يا معلم. يا زلمه هي ضربه بريشو دخلت داخل الله هسه. اوه البومبر، اوه هسه تدخل على الفيسبوك على اليوتيوب البومبر. ما شفنا حاله مع بايرن ميونخ، وينه مع بايرن؟ مباراه مباراه، وينه مع بايرن؟ ما شفنا حاله مع بايرن، بس مع بنزيما وقادش واو. هذا هو يلا دخيل الله يا زلمه. اوه البومبر، اوه البومبر البومبر البومبر، قول الثالث يا معلم، الثالث وخاوه وخاوه ولا خاوه، خاوه هذا الثالث. احنا 3-0 بشوط واحد، ولا بشوط واحد، احنا بالدوري الاسباني بالشوط الاول. يا بعطاك اياها الحكم طرد لاعب وما طرد بالشوط الاول، ولا الدوري السنه هاي خاوه بتيجي، خاوه السنه هاي دوري ان شاء الله. ما تحلم بيه، ما تحلم ان شاء الله، اقعد ما تحلم. هذا تحدي، هاي قولهم منو بي افضل مني بالدوري الاسباني؟ مشروع يا اخي، انزل انزل. منو بي؟ هل من منافس؟ انزل يا زلمه انزل. اجوان سيلز بيدري، شوف الفن والتيكي تاكا، كله فن كله يطيح الكل من دون استثناء. متسلل يا اخي، متسلل دخيل الاردن، متسلل هذين، هو متسلم ومتسلل، اي متسلل يا زلمه، اقعد لا تهايط. دخيل الله، وين بدي اشوف وما اشوف. دخيل الاردن لسه 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 ما بين، لسه كل لسه ما بين التسلل يابا. تريد يعني تربح يعني من كل عقلك يعني بالكامل؟ يا صفر يابا، مو ثلاثة، قلت لك تسلل. وين وانا لا ارى من افضل مني، حرام. انا ما ارى من افضل مني. الدوري الاسباني هنا، ابلع تسلل، ابلع. هذه هي 2-0 صوت بسمع لك تسلل، وين؟ ما قام اشوف مين افضل وقت. استصار علي، اوه ليفاندوفسكي، اوه بدري، مين افضل منه؟ ابلع تسلل. لسه لسه عادش الشوط الثاني كامل. هسه ياكلون ثلاثة وأربعة وهاتريك للبومبر. يا باش يا باش. البومبر، ليفاندوفسكي، شفناك مع بايرن يا معلم. عادي عادي، مباراة ممكن يقدم مباراة سيئة يعني، عادي. أسد مع قادش ونعامة مع بايرن. أسد مع إتشي ونعمة مع معلش، احنا ندعمه وأرنبون أمام البايرن، احنا ندعمه 100%. هداف من الطراز يا زلمة، بيقول لي أوه ليفاندوفسكي يا زلمة. أوف أوف يا حبيبي، أنت جحيم الكاب نو يا رجل، أنت قدام ليفا وديمبلي والأسد الهولندي ديباي، كل هذا خوف. جحيم شو؟ جحيم الكاب نو. ويابا صار لي ليد يربح يجي على الكامب نو، جحيم جحيم جحيم، اللي بده يربح يا اخوان بوربا يجي على الكامب نو، جحيم الكامب نو اصلا صار هاي. علاقة بكرة القدم دخيل الله صفر. لا يعني مباراة يا زلمة شتيجن موجود، ما شتيجن خالص موجود. انا شفت الحكم يلعن ام اللعبة يا زلمة، راسا كارت احمر، ليش ما تطرد خيسي؟ كيسي مدري، خيسي مدري. كرت احمر الكيسي يا اخوان، ما ايش والله العظيم مضرطه هاي، تطرد من هذول ما تطرد من هذول. وطول من طرف واحد يا اخوان، برشلونه استحواذ فرص بالجمله، بالدي اسيستين صراحه نجم المباراه هو على ما اعتقد. ليفاندوفسكي كالعاده لا جديد. من هو بعد. من هو اسيستين؟ اسيستين بالدي. من هو؟ بالدي ظهير يسار برشلونه القادم، ابن مينا 19 عام، ابن لا باسي يا معلم، هذول كلهم صغارنا هذول. شو بيلعب؟ صغارنا ظهير يسار. فكرته بيلعب جولف يا اخوان، فكرته بيلعب جولف. هذا موجود بالملعب؟ نعم، شو موجود؟ فتحت جبهه هذيك يا زلمه، فتح فكرت منها مع بعض. فكرته فينيسيوس جونيور يا زلمه، انا دخيل. كيف فينيسيوس؟ من هو هذا فينيسيوس؟ حلو، يلا يدين باز يلعب الطاقه يا زلمه، تجي قدامه يلعب عرض الطابة تجي قدامه دخيل الله يا اخي. البايرن لا تستعري للبايرن، والبايرن يا اخوان تو يا اخي كان 1-0 خسران الدليل على انه البايرن سيء، حرام يا رب انتهت المباراة. وهاي اللي برد هدفين هدفين انا ام الله يا اخي، تجي قدامه يا الله دحرق الجول ما في ويلي طاحوا. يلعن ابو الحظ يا زلمه، يلعن ابو حظ، شلون تجي جولين يا زلمه تجي قدامه بس يفوتها؟ قلت لك في صدفي ووحده
قلت لك عشان ما راح هاتريك يا معلم. هذا مثرير لي كان هيحسم هداف الدوري من الذهب، ما يزن بنزيما يلعب من هسه شيلوها وانطوها مثل ما يقولون سلفا يعني عشان ما تتعذبون، فورا انطوها هداف الدوري وخالصين يا معلم. حلوه ليفا الهاتريك يا عود هاتريك كبير رافينها يا حرام، ضاع الهاتريك يا ليفا، ضاع الهاتريك يا كبير. يلا يلا حلوه ما حد، بس ليش شاطها بمكانه؟ لازم بالزاويه يا رجل، كان قطعت الشبكه. نهاية المباراة يا اخوان، فوز برشلونة 3-0 نجم المباراة ليفاندوفسكي. مباراة صارت الشوط الثاني كانت نوعا ما يعني برشلونة بده يمشي المباراة يعني ما بيها ابدا، لا فرصة نفسه ريح الفريق، ريح ديمبلي، ريح ديباي، ريح ليفاندوفسكي، ما ظل ابدا يعني لهم نفس للمباراة صراحة. مباراة لا جريد يذكر، بس برشلونة قدم المطلوب، اخذ 3 نقاط. خاصة ريال مدريد غدا عنده مباراة صعبة جدا جدا جدا، ديربي الغضب، هتكون مباراة مولع، هننتظرها بفارغ الصبر، خاصة بعد تهديد كوكي يا معلم الفينيسيوس، يقول لازم ما تحتفل لما نتسجل، شكلهم خايفين من فيني. فحتكون مباراة يعني على ما اعتقد حيتعادل، خاصة بغياب بنزيما، يعني ان شاء الله نتمنى لهم التعادل والخسارة احنا دائما. انت تتمنى على طول بس امانيك ما تصبت للامانة. لهون يا اخوان نكون وصلنا لنهاية ردة فعل على مباراة برشلونة وتشيلسي، لا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يكون كل جديد. تحياتي لكم والسلام.